في إطار المحافظة على الصحة العمومية وبعد ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببير مواد رايس، مفادها وجود شخصين يقومان بممارسة أنشطة تجارية تدليسية من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني، المتمثلة في البيع بالجملة لمنتجات غذائية موجهة للاستهلاك البشري المتمثلة في المكملات الغذائية بمختلف الأنواع شوكولاتة، مشروبات وعسل، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر تم تفتيش المستودع وتوقيف المعنيين ليتم حجز 4653 وحدة من المكملات الغذائية، أين تم إرسال عينات من المحجوزات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي دائرة الأمن الغذائي لمعرفة مدى احتوائها على مواد صيدلانية. بعد استلام العينات على مستوى المعهد قمنا بالتحاليل كيفية وتحاليل كمية على كل المكملات الغذائية المحجوزة. نتائج التحاليل أثبتت وجود مواد فعالة صيدلانية تتمثل في السيلدينافيل والتضالافيل بتراكيز عالية جدا تشكل خطر على صحة المستهلك. للعلم أن مادة التضالافيل والسيلدينافيل تستعمل كأدوية، من أشهرها مادة الفياغرا. في نفس الإطار عالجنا عدة قضايا مماثلة من هذا النوع، لأنه وين تحصلنا على نفس النتائج، يعني حصول على مواد فعالة صيدلانية ما عندها حتى علاقة مع المكملات الغذائية، وهذه المواد الفعالة الصيدلانية هذه تشكل خطر على صحة المواطن، وبالتالي يجب أن يعلم المواطن درجة الخطورة استهلاك واقتناء مثل هذه المنتجات.